اعزائي المستمعين بعد ان وقفنا على اهداف الاستشراق يجب علينا ان نقف على وسائل الاستشراق لتحقيق اهدافهم وسائل المستشرقين لتحقيق اطماعهم واهدافهم في عالمنا الاسلامي كثيره لا تحصى لكن ياتي في مقدمتها تلك الوسيله التي نحن بصدد دراستها في هذا المقرر تأليف الكتب الغزيرة عن الإسلام وعن القرآن وعن النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الكتب المؤلفة هدفها تشويه الإسلام في نظر أوروبا، أيضا تحصين فكر الأوروبيين، كذلك اجتذاب ثلة من أبناء العالم الإسلامي، هذه الثلة مفتونة بفكر الغرب الصليبي الحاقد لماذا لينقلون فكر الغرب الى بلادهم وبذلك تكون اوروبا قد قامت بتخريب عالمنا الاسلامي بايدي ابنائنا ايضا من اهم تلك الوسائل اهتمامهم بالتراث وهذه وقفتنا وهذا موضوعنا اهتمامهم بالتراث من حيث نقله الى الغرب بطرق متعدده هذا النقل لماذا كي يستفيدون منه وايضا يبعدون عنه اهله اي يبعدون المسلمين عن دراسته والاستفاده منه وايضا ليحققوه تحقيقا علميا برؤاهم هم وبنظامهم هم وباهدافهم هم وكذلك اخراجه الى عالم النور وذلك مع ظهور الطباعة في القرن العاشر الهجري الخامس عشر الميلادي ومن هنا قامت جهود أبناء العالم الإسلامي لفضح هذه المخططات وذلك بتأليف المراجع والكتب التي تكشف زيوف الغرب منها كتاب الدفاع عن القرآن ضد النحويين والمشرقين للدكتور أحمد مكي وكذلك كتاب تاريخ حركة الاستشراق وأيضا المستشرقون والحديث النبوي وانظر عزيزي الطالب وأخي المشاهد الكريم إلى هذه الكتب لتراها قد اتجهت إلى النقاط والجوانب التي تناولها المستشرقون لدراسة الإسلام بهدف دحره وإبعاد أبنائه عن المستشرقون والقرآن آه كذلك إنتاج المستشرقين وأثره في الفكر الإسلامي الحديث وكذلك الرسول العظيم باقلام اعلام المشرقين والمفكرين، والهدف من هذا الكتاب هو الرد على ما زعمه الغرب نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وايضا دراسات المستشرقين واتهاماتهم التي جاءت في السيره النبويه، جاء كتاب الاستشراق في السيره النبويه ليكشف عن مخططهم وهكذا ايضا الحضاره الاسلاميه. كشف هذا الكتاب الاستشراق وسحر حضارة الشرق، كشف هذا الاستشراق عن جهودهم لتدمير الحضارة الإسلامية وتغريب العالم الإسلامي. أيضا كتاب التراث اليوناني في الحضارة الإسلامية إشارة إلى ما فعله كبار المستشرقين بغرس أفكار اليونان في فهم حضارة الاسلام والمسلمين، وهكذا تلك الكتب ماثله امام حضراتكم للوقوف على جهود الكتاب العرب والمسلمين لدحر هذه الافكار وكشف زيوف المستشرقين في تراثنا الاسلامي، وبذلك نكون قد وقفنا على اهدافهم ووسائلهم فماذا عن اشهر من قاموا بفعلتهم من المحققين المستشرقين الغرب. هذا ما ستكشف عنه الشرائح التاليه